أثرت فيا، أثرت فيك وجيت عليا، وأنا جيت عليك. ما تيجي نغير بعض وندور سوا على بعض، ونحاول نبدأ فكرة، وكفاية سنين البعد، كفاية سنين البعد. بقوم من النوم بعز النوم أفكر فيك طول اليوم. طرف الطرطوفة. صباح الفل يا بلاميطة، وتعالى في الميدان. انت بتقول ايه؟ ايه الحلاوة دي يالا؟ ايه رأيكم؟ كأن انا اللي بغني بالظبط، صح؟ صح. تسلم لي يا جاسر. انا مش عارف اقول لك ايه. بس انا ما ظهرتش كده نجم خالص يعني، ولا طلعتش في اي حاجة. هو انت عايز تظهر كمان يا جاسر؟ ما انا قلت لك يا جاسر اصبر. قلت لك انا عشان اوصل للي انا فيه قعدت مكانك. انا طلعت نجوم كتير قوي يا جاسر، مش عايز عينك تروح للشهره والنجوميه كده على طول. ده بص كام تعليق جنة، ده في فرح في 16/5 اهو. يلا يا ويس 16/5. ايوه وبصوتك انت. يعني انا هغني فيه؟ ايوه. شفتني وانا بقول الحته اللي انت كنت عاملها بتاعت ايه؟ قولها كده. اثرت فيا. الله. شفتني وانا بعملها؟ الله، كانك انت. صح ولا لا؟ بس بقى، وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه في كل الافراح هتبقى معايا، هتغني من تحت المسرح. ماشي يا نجم. ماشي زمره. ايه انتوا كنتوا بتقولوا ايه؟ انت مالك انت؟ وانت ليه مش مصدق ان انت ما بتسمعش؟ ما بتسمعش؟ ما بتسمعش؟ التلاميذ دي حجازي متقال كده ليه يابا؟ يقول له ايش يابا؟ في ايه؟ خضتني يابا. يابا انت بتعمل ايه؟ بتمثل ولا ايه؟ كورونا. كورونا مين يعني؟ ايه اللي كورونا؟ شفت روساي كادماتي تي؟ ناهي كابني هنا. روساي كادماتي تي كروساي. بتقول لك وانت داخل لازم تكون لابس كمامه. مين دي يابا؟ مرات يالا. مراتك مراتك؟ ايوه. يعني كاتب كتابك؟ احلف لك على مصحف. انت بتعرف تتكلم هندي ولا صيني؟ انت بتشتغلني؟ اسكت. شفت روساي كادماتي تي؟ نايك بنينا تاتشو تيتش الكوبال رادا انا يوم اكون نايمون. بابا والنبي مراتك مراتك يعني؟ لا طب. ايوه بس انا في الصيني بتكلم صيني مكسر. بابا ما تيجي تقول لها بحبك، بتقول لها ازاي؟ نهي نهي والله نهي. طب ولو عايزها تقول لها تي بوسه. نهو نهو واحد نهو نهو. يا اختيش يا لا، دي مرات ابوك مهما كان. وايه يعني مرات ابويا؟ واحد نهو نهو يا لا. انت الله، انت ايه اللي اجابك؟ يابا انت مش قلت لها تقف معايا يابا في المشروع بتاع الموبيليا؟ وعمال اكلمك مش عايز ترد عليا. ايوه، مش تطب عليا كده بشكل مفاجئ، لازم تكلمني في الاول عشان اتحضر. ما انت من ساعه ما جيت من الصين بكلمك مش عايز ترد عليا. نهي. ايه اللي نهي؟ نا كابانيه.
كان بني يابا بتاع ايه يابا؟ انت في ايه يابا؟ مالك يابا كده؟ ايه بقول لك اللي بقول لك عليه. ياه انت بوظت التدريب. عيش تقصر عمر. عيش تقصر عمر؟ ايه يابا طلعت من امبابة؟ اه ده فين معلق؟ ايه اللي على الماسك يا بنت يابا؟ بس انا سيبها هي كده. لا والله. نقطة العربي مني. ابا اخبار الديسك ايه؟ والله ما اخبيش عليك. بعافية شوية. نعم؟ بونجور استاذ. يا حيوان يا مؤاخذة معلش اتفضلي. دخيلك فيك تقول لي هو مكتب عمر وسلمى؟ اه يا فندم رقم 15. لا يا فندم لا لا انا يا فندم انا عمرو سلمي يا فندم انا عمرو سلمي المحامي يا فندم اتفضلي. هي فيها واو بس. الله يجازيك يا تامر يا حسني. اتفضلي يا فندم. عن جد؟ انا يلي حكيتك على التليفون. حضرتك مين؟ فكريني بس عشان الموكلين عندي كتير شويه بس الموكلات قالوا. والله انا زينه يلي حكيت زوجتك على جروب شو اسمه زوجات متمرده. زوجتي مين؟ دي الشغاله. زوجتي قصدي السكرتيره. السكرتيره يا فندم. بس على فكره انا لسه مطلقها من جوزها على فكره. محامي شاطر جدا. اه والله يا فندم جوزها ده كان مش رومانسي خالص. لا بيجيب شوكولاته ولا ورد ولا بيسمع الاستاذ تامر عاشور. بس انا غيره خالص خالص. هلا صاحب الفيلا بده يسكر لي السبا وهذا ما يرضيك. ده ما يرضيش كافر. اه والله العظيم. يعني ايه يقفل السبا؟ امال الناس تدلك وتتسوسن فين؟ شو يعني تتسوسن؟ تتسوسن يعني ايه؟ مش عندكم ساونا؟ بلا في. بلا في ساونا؟ بلا. والسبا ده كله حريم يعني كله ستات بس؟ بلا. بلا؟ جت كلبلة؟ طب يا فندم اكيد القضيه دي كلها ثغرات وممكن ابص منها على القضيه احسن شويه. يعني عايز ابص على القضيه اركز في القضيه. يعني ممكن نشوف الثغرات اللي في السبا؟ طبعا طبعا طبعا. طب اتفضلي يا فندم اتفضلي اتفضلي. عايزك عايز اشوف كل الثغرات يا فندم. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. بيري يا حبيبتي. ايه يا مباح؟ انت عارفه يعني قد ايه انا بحبك ومعجبه بيكي. يعني عايزه يعني اسالك سؤال عشان انت خبره بتروحي وتيجي وتلبسي كده. يعني لو واحد يعني انت معجبه بيه طويل قصير تخين رفيع وشعره كده مسترسب كده وزي القمر يعني وانت مش عارفه تقولي له ومشاعرك كده هتنفجر فيه قولي لي اعمل ايه؟ انصحيني. خدي ما اقول لك. خرجتوا مع بعض؟ لا. حصل بينكم حاجه؟ في تاتش؟ لا يا حبيبتي التاتش ده بعد الجواز. لا 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 ما عندناش الحكايه دي. بقول لك يعني هم الناس قالوا لي ان هو يعني معفن كده بس انا بحبه وقالوا ان هو من شكله كده يعني مبعجر ومكعب بس انا برضو بحبه. قولي لي اعمل ايه؟ خديه وروحوا كافيه اشربوا كابتشينو. لا لا لا. امشوا على النيل. لا 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 دي كلها محرمات. لا ما ينفعش اعملها. قولي لي نهايه الكلام اعمل ايه بدل ما انفجر في نفسي. بقول لك ايه يا مباهك؟ ايه؟ كبري دماغك. اللي بعده اللي بعده؟ آه هو الواد عطول مكواجي. ايه ده؟ هو انا المفروض اغني؟ نعم. امال مين المفروض يغني؟ امال احنا عاملين القعده دي كلها ليه؟ يا جدعان انا مش جاهز. انا لسه اخد دش وخايف يجي لي برد. يا ابني ما عشان انت تبقى مطرب كويس لازم يجي لك برد. غني بقى يا زمارة وخلصنا. الله. لا ما انتوا هتكلموني بالطريقه دي انا مش هغني وحد بيتعصب عليا. خلاص بقى خلاص بقى ما تزعلش مني. انا اسفه يا زوز. يا جماعه قلت لكم 100 مره ما حدش يضغط عليا على زم ما اعرفش اغني والمقامات كلها. معلش يا اخي. يلا يا اخي. يلا يا اخي. يلا يا اخي. يلا اتكلنا على الله. يلا ماشي خلاص. يلا من تحت. من تحت ليه؟ ما خلينا فوق. فوق ايه؟ وانا بقول لك انزل غني تحت. انا بقول لك من تحت يعني ورق من تحت. اه جديده دي. افتحي الاوضه اللي جوه طلعي لي حاجه شتوي من الدولاب. الدنيا برد ايه مش حاسه مش حاسه. افتحي الاوضه اللي جوه طلعي
كشيت والدولاب الدنيا برد ايه مش حاسة مش حاسة ما خدت واحدة ما بتحسش 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 طب افتحي لي علبة تونة أو حتة جبنة وزيتونة افتحي لي علبة تونة حتة جبنة وزيتونة يعني ايه كلت التونة يعني ايه كلت التونة خدت واحدة ما بتحسش خدت واحدة ما بتحسش واحدة ما بتحسش واحدة ما بتحسش خدت واحدة ما بتحسش طب افتحي لي علبة جلوبيس تعملي لي بقى نص رغيف عربة عربة يعني ايه كلت البلوبيس يعني ايه كلت البلوبيس يعني ايه كلت البلوبيس خلاص يا سمار خدت واحدة ما بتحسش خدت واحدة ما بتحسش واحدة ما بتحسش خدت واحدة ما بتحسش خدت واحدة ما بتحسش الله أكبر الله أكبر عليك يا زوزو بقول لك يا ابن اللعيبة ايه الإحساس ده كله؟ أقول لك حاجة؟ ده الإحساس بتاعك كسر الكنبة يلا اللهم لك الحمد طب بقول لك ايه؟ أنت جبت الأغنية دي منين؟ ده دي من وحي خيالي وحي خيالك؟ يعني مش هتعرف تغنيها تاني؟ اغنيها ازاي وانا حافظها؟ حافظها؟ يا نهار ازرق ادخل ادخل ايه ده باب شقه المفروض حد يفتح طب ما تقول لنفسك ما انا بقول لنفسي المفروض حد يفتح خلاص قوم افتح انت وما تفتحش انت ليه؟ انت الكبير افتح انت وعمر ما يفتحش ليه؟ هو ده بيتنا ما تفتح انت يعني ايه عشان بيتنا انا اللي افتح ما تفتح انت يا افراح لا ما افتحش وما تفتحش انت ليه؟ خلاص يبقى حبيبي اللي يفتح ايه ده لا افتح ليه؟ انا عازف عازف ايه يا ابني بتاع الكبده احنا جايبينك عشان تفتح اساسا خلاص احنا نلعب كيلو بامية على مين اللي يفتح ماشي كيلو بامية طب بقول لك ايه ايه ما نقوم احنا الاربعه نفتح لا انا اللي هفتح يا ابني طب ما قلتش كده بس عايز اضربك يا عسليه تضرب مين تضرب مين عايز اضربك يا عسليه تضرب مين يا سمره ايه اضربك انت عبيد عملت ايه واتنا ايه يابا؟ ايه؟ في ايه؟ يعني انت معاك مفتاح ليه كل مرة بتخبط؟ انا بحب اخبط دي هوايتك يعني؟ ايوه مش في حرمة؟ حرمة؟ انت مش هتفهم الغيبوبة اللي انت فيها دي يابا انا لقيت العيال دي بيقولوا انهم اخواتكم هم دول يا زمان ايوه بنت افراح دول اخواتنا النجوم دول يا عسلية؟ الحمد لله يا رب الحمد لله اللي انا شفتكم الف حمد شكرا انا هروح افرح امي ناس هروح افرح امي ان انتوا جيتوا اخواتي حبايبي بعد العمر ده كله بعد العمر ده كله بعد العمر لا ما فيهاش طبلة دي بعد العمر ده كله نتجمع سوا فين؟ في بيتنا انا نفسي احضركم بس عشان الترابيزه لازم ما تعيطش يا اخي ما تعيطش طب نعمل ايه طيب؟ بس ما تعزفش بقى اوفر اخر حاجه ليه يا ابني احنا اللي رايحين لهم الاستوديو اصلا ما انا عارف ده انا بعمل مقدمه عشان وحشوني اخواتي 50 معلش انا اسف لسه متعرف على اخواتي الجداد اخواتي ال50 هوبا يا 50 50 بالنص
سادات سادات اخويا سادات سادات اخويا اخويا سادات 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 اخويا سادات بالنص 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 عمرو 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 المحامي معهوش 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 ابويا ايوه ابويا اوبا ابويا الله ابويا ابويا زبالة زبالة يا حبيبي العمر تعالى 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 يا حبيبي العمر هتوحشيني يا كرون، أنا قضيت معك فترة ما انساهاش في عمري. وأنا كمان كنت مبسوط وكنت أتمنى أستنى معاك أكتر من كده. ما ينفعش يا كرون، أجيب لك صحة منين؟ طيب أشوفك على خير قبل ما أأتي. خلي بالك من نفسك. وإنتي خلي بالك من نفسك يا كرون. عربي كلمت على قطه؟ هي تسمعني وانا بنتكلم؟ لا هي واخده مهدئ وهاديه شويه، بتسمع اغاني قديمه كده مع نفسها. حلو حلو، بس المروحه لفحت ظهري وعايزك تكتبي لي مرهم. حاضر يا عم عارف، هكتب لك مرهم كويس. جميل جميل جميل، لو فيها زائد ادب. انا عايزك بس تعملي لي مساج. لا المساج ده بره البيت مش هنا. ليه ده ضهر؟ تعالى 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 تعالى، عشان انت راجل عظيم الاخلاق. انت ايه حكايتك؟ كتنام عليا كتك مصيبه تاخدك. انت ايه حكايتك؟ انت فاكرني ان انا مدروخه؟ لا انا مش مدروخه، ده انا شريط بحاله يحوق فيا، دي دماغي متكلفه. يا راجل يا عايب يا شايب، عيب عليك، دي اصغر من بنتك. انت ايه؟ مش كفايه انك عايش عواله وحساله وانا اللي باكلك وبشربك ومقعدك عشان خاطر عيالك؟ بص انت منك لله مالكش لازمه، لكن معلش عشان خاطر عيالك بس. يلا بره بره بره، ده انت مفكك. اجري يا شيخ روح كده، انت باين لك وش من ده. اخصى عليك وعلى شرفك. عادي تعالي تعالي انت بقى، تعالي 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 اقعدي. انت اعمل فيكي ايه؟ اوديكي فين بالحاجات اللي انت شايلها دي كلها؟ اخبيكي منهم فين يا بنتي؟ انت ما سمعتيش عن كيم كركشيان واللي بيحصل لها والحراميه اللي مش بس هي مكلفه؟ ها سمعتي عليها ولا ما سمعتيش عليها؟ اه اسمع. لما انت سمعتي ما تعمليش زيها، ليه بتلبس هود شورت؟ اوعي تعملي كده، اوعي. ده هنا عدمات التربيه وعدمات الاصل وعدمات كل حاجه. يا بنتي يا حبيبتي انا خايفه عليك يا ماما. البسي حاجه تسترك عشان خاطري، ده بيت ذكوري. ايه خيبوش؟ ايه خيبوش؟ انت بتحضر عفيت ولا ايه؟ دي كوبايه شاي خيبوش ولا حريقه؟ ايه مش ده ولا شيكول ولا زنجر بتوع المهرجانات؟ ايه ده نجوم في حياتنا؟ يا نهار ابيض. اهلا 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 يا باشا. يا اهلا يا نجوم. النجوم الشهيه والمهرجانات يا خيبوش، انتوا جايين لنا صح؟ اخوكم حقيقه الفظيع مطيب. استنى على حريقه. ايوه خيبوش. اعرفكم بنفسي، خربوش، البوابه الرئيسيه للحاره دي. بقول لك بوابه، احنا داخلين القلعه يا عم. الله العظيم. برايات كباتن. كباتن دي تقولها لي لما نكون بنبسط بعض. او لابس شورت وفانيلا. لا اديها والله دمها خفيف والله. ايه ده يا خيبوش؟ بيح على الاساتذه علشان دول العالم مشهورين. قوم يا باشا قوم. طب بقول لكم بقى نجوم، انتوا تخرجونا بقى من دور المظالم ده وتودونا محل افراح بنت امبارح. يا نهار اسود ازرق احمر، انت عايز افراح؟ انت دوست في الغريزه بتاعتي. بقول لك ايه، يلا لا فيها امبابه ولا بولاق الدخيوي، عشان تعدي من هنا لازم تشخلل. شخلل يلا. شفتي شخلل له اهو. الله. فين افراح بقى؟ انتوا عيال دمكم خفيف، ممكن ناخد صوره سيلفا من كابتن؟ طب يلا بقى احنا اخرنا صوره سيلفي مع بعض، بعد كده تودونا عند البيت. الله عليكم الله عليكم. يلا بينا صور معايا. يلا انت جاي مع افراح؟ مين دول؟ بطيخ يا رحمه. جراي يا افراح، هو كل شويه ولا ايه؟ انت واقفه زي الخشبه في السيجاره الكروباترا. وهفضل وهبقى مالبور لغايه ما دخلك السجن يا تزبد. ايه 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 افراح الدخول الشايس ده؟
حاولي ميه من الايام تراعي مشاعرك يا مجرم. انا بحبك يا فيح، بحبك يا فيح. ايه يا واد الاداء ده؟ ايه ده حلو عجبك يا فيح؟ اه يا اختي. وانت تعرفي الامامير؟ يغراشي طبعا اعرفهم، دول حبايبي عشره عمري. ها خدتوا ايه من الدنيا؟ انا خدت يا افراح. ماشي هجيبك. وانت بقى يا صغنن خدت ايه من الدنيا؟ انا خدت بالي من نفسي يا افراح. طب بصلي على نفسي. نفسي متمسك.